السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي أبطال الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنشرح المفهوم رقم 4.1 بعنوان تفتت الصخور وتحركها، طبعا لمادة العلوم للصف الرابع الابتدائي. يلا بينا كده مع بعض، دي سنة رابعة، يلا بينا نبدأ. نسأل هنا سؤالين، بنقول ضع علامة صح أو خطأ. تتسبب الرياح القوية، ما يكون عندك رياح شديدة بتبدأ انها تحرك الرمال من مكان لمكان اخر، صح ولا غلط؟ صح طبعا، برافو عليك. الرياح الشديدة بتحرك الرمال من مكان لمكان اخر. طيب رقم 2، عند سقوط الامطار الغزيرة تنتقل اتربة الطريق مع الماء المتدفق. مطرة شديدة كده نزلت، مثلا لو عندك جبل هنا ومطر شديد نزل عليه، والجبل دوت بيكون عليه مثلا أتربة ورمال وكده، هل الأتربة دي هتتنقل مع المية المتدفقة دي؟ اه طبعا، صح، كلام جميل. طيب ايه اللي احنا عايزين نتعلمه في الدرس ده؟ عايزين نتعلم ان سطح الأرض دايما بيتغير مع مرور الزمن، والتغيرات دي ممكن تاخد آلاف السنين عشان تبدأ تلاحظها بعينك. وفي بعض العوامل، خلي بالك، بعض العوامل بتأثر على مظاهر سطح الأرض، وهي دي اللي بتسبب تغيرها. يبقى ما اجي اسألك ايه هي العوامل اللي بتأثر على مظهر سطح الأرض وتسبب تغيرها، هتبدأ تقولي بقى المياه والرياح وعوامل الطقس. المياه والرياح وعوامل الطقس. عوامل الطقس زي ايه؟ زي درجة الحرارة وزي السلوك، لو كان في درجة حرارة مرتفعة او لو كان في سلوك. يبقى العوامل اللي بتأثر على مظاهر سطح الارض وبتغيرها هي المياه والرياح وعوامل الطقس. نيجي نسأل سؤال بقى هنا مهم، كيف يتسبب الماء والرياح وعوامل الطقس الأخرى في تغيير سطح الأرض؟ أنا عايز أعرف وأعمل تجربة أعرف منها إزاي المية والرياح دي وعوامل الطقس اللي منها درجة الحرارة والسلوك زي ما قلنا إنها بتغير سطح الأرض. بيقولك هنا إن بتتسبب هذه العوامل في تفتت الصخور. العوامل دي اللي هي المية والرياح وعوامل الطقس اللي منها درجة الحرارة بتسبب تفتت الصخور. طب ايه اللي هيحصل لما هتتفتت؟ هتبدأ انها تتنقل من مكان لمكان اخر. هيجي هنا يعمل لك تجربة، اول حاجة هيشوف تأثير الماء، هيجيب لك هنا اناء اهو، الاناء ده فيه شوية تراب كده وشوية صخور، وهنبدأ نرش من فوق من الابريق دوت مية بقوة على التربة دي. طيب هتلاحظ ايه بعد شوية؟ بصوا كان حجم التربة ايه، عالي ازاي، وهنا في صخور فوق اهي. اللي هيحصل ان حصل نقل للتربة من مكان لمكان اخر، بدل ما التربة كانت متجمعة في المنطقة دي بس، اول ما رشيت عليها مية بدأت ان هي تتوزع في الاناء كله بالشكل ده، يبقى اتنقلت من مكان لمكان اخر. طيب نشوف تأثير الرياح بقى. عندك اناء تاني حطينا فيه شوية رمال اهو، رمال، وحطينا فيه حصى وجبنا سشوار وشغلناه، فحصل اندفاع للهواء على الرمال دي، فسببت في ايه؟ سببت ان الرمال دي تتحرك من المكان اللي هي فيه دي وتتجمع في مكان تاني، فعملت لنا زي تل او بنسميه كثبان من الرمال اهي. يبقى دلوقتي الماء والرياح سببت في تفتت الايه، الصخور وتحركها. طيب ايه هي بقى بعض الامثلة على تغير مظاهر سطح الارض بفعل الرياح؟ اول حاجة الصخور بيحصل لها تآكل، زي ما انتوا شايفين الصخرة دي، الرياح بتبقى شديدة بتخبط فيها هنا بتاكل منها حتة، بتخبط فيها هنا بتفتفت منها حتة. بصوا فعملت لها حاجة زي ما يكون نحت، اديتها ايه؟ اديتها شكل. يبقى اول حاجة تغير سطح الارض بفعل الرياح، حصل ان الصخور بقت متآكلة. طيب تاني حاجة الكثبان الرملية او التل من الرمال، الرياح الشديدة بتيجي بتقوم تعمل تل من الرمال بالشكل ده. النشاط التاني يا ولاد بيتكلم عن احتلاف القلاع الرملية. كلنا عارفين لما بنروح الشاطئ بنحب نبني قلاع رملية. بصوا قعدنا على الشاطئ بنجيب شوية رملة ونحط عليهم مية ونبدأ نعمل قلعة، نعمل برج، نعمل مدرج. اهو بصوا القلعة الجميلة دي، دي بتبنيها انت وانت قاعد على الشاطئ. طب تعالوا نسأل سؤال، لو انا ماشي على الشاطئ في الاثار بتاعت رجلي اهي باينة على الرملة، شايفين دي الاثار بتاعت رجليك وانت ماشي على الرملة، هنسأل سؤال بقى،
تختفي آثار الأقدام على الشاطئ في اليوم التالي بسبب. أنا لو جيت تاني يوم أبص على آثار رجليا اللي على الشاطئ دي، هلاقيها موجودة؟ لا طبعا مش هلاقيها موجودة. طب هلاقيها اختفت بسبب ايه بقى؟ بسبب الماء ولا بسبب الحرارة؟ برافو عليكم، بسبب المياه. المياه طبعا هتيجي موجة عالية كده هتقوم ساحبة الرملة اللي عاملة البصمة بتاعت رجليك دي ومدخلاها في المية تاني، يبقى هي تختفي بسبب المياه. طب السؤال تاني، من العوامل الأخرى التي قد تسبب حركة الرمال على الشاطئ؟ الرمال دي وهي على الشاطئ كده ممكن في عوامل تانية بتخليها تتحرك تتنقل من مكان لمكان، هل هي ايه؟ الرياح ولا الحرارة؟ طبعا هي الرياح. كلام جميل. بيقولنا هنا يتسبب اندفاع الماء على الشاطئ في تغيير شكل الرمال، كل ما تيجي موجة كده على الشاطئ بتغير شكل الرمال، ويمكن ملاحظة ذلك عند بناء قلعة رملية. ما تيجي كده تكون بتلعب على الشاطئ، اهو جبت شوية رملة وحطيت عليهم مية وعملت شكل القلعة الجميلة الحلوة دي اللي انت بنيتها على الشاطئ، اول ما تيجي موجة تخبط في القلعة بتاعتك دي هيحصل لها ايه؟ هتتهدم، هيحصل تهدم للقلعة الرملية. فهيقول لك تتهدم القلعة الرملية بسبب حركة أمواج الماء. حركة أمواج الماء هيهد القلعة اللي انت بنيتها، وإيه اللي هيحصل بعد كده؟ حركة أمواج الماء دي هتسحب رمال القلعة من مكانها لمكان تاني. الموجة هتيجي هتقوم هديها وتسحب الرمال اللي انت بنيت بيها دي من مكانها دي لمكان تاني، ممكن ترجعها جوه البحر تاني. في ملحوظة هنا، يتسبب اندفاع الأمواج أو الرياح في تآكل الشواطئ. يبقى الأمواج والرياح بتسبب تآكل الشواطئ والسواحل. فالظاهرة دي بنسميها ايه؟ بنسميها تعرية الشواطئ. يبقى ما أقولك ايه هي تعرية الشواطئ، هو سببها اندفاع الأمواج والرياح اللي بتسبب تآكل الشواطئ والسواحل. طيب تأثير الماء بقى في تغيير شكل مظهر سطح الأرض. المية ازاي بتغير سطح الأرض؟ يؤثر الماء في شكل مظهر سطح الأرض، حيث تتسبب حركة الماء في حركة الماء هتسبب ايه؟ هتسبب كذا حاجة بقى. رقم واحد، تآكل وتفتت الصخور مما يغير من شكلها. بصوا شايفين الصخور دي موجودة جوه البحر اهي على الشاطئ، الموجة تقعد تخبط فيها تقوم تبدأ تفتتها، تاكل منها حتة وتكسر الحتة دي وترجع الحتة للايه؟ للشاطئ، وهكذا. فطول الأمواج ما بتخبط في الصخور بتعمل لها تآكل وبتعمل لها تفتيت، يبقى هيحصل تآكل وتفتيت للصخور مما يغير من شكلها. طيب تاني حاجة، المية بتعمل ايه؟ هتعمل نقل الرمال أو الصخور اللي اتفتتت. الصخور لما بتتفتت وتبقى صغيرة خالص بتتحول لرمال، فتعمل نقل الرمال او الصخور من مكان لمكان اخر. بنسمي بقى موضوع النقل ده ايه؟ بنسميه التعرية المائية. يبقى ما اقول لك ايه هي التعرية المائية، هي عملية نقل الرمال او ما بين القوسين الصخور المفتتة من مكان لمكان اخر. جاب لك اهو التعريف، لازم تكون حافظه كويس. التعرية المائية هي تفتيت الصخور بفعل الماء، تفتيت الصخور بفعل الايه؟ بفعل الماء، ونقلها من مكان إلى مكان آخر. يبقى بفتت الصخور وبنقلها من مكانها لمكان تاني. طيب النشاط رقم 3 بقى بيتكلم عن حاجة اسمها القلاع الرملية اللي احنا لسه قايلينها، والصخور اللي احنا لسه متكلمين عنها، وحاجة جديدة اسمها الأخاديد. طيب بيقول لنا هنا، فكر ضع علامة صح أمام العوامل المتسببة في تعرية مظاهر سطح الأرض. ايه العوامل اللي بتسبب تعرية مظاهر سطح الأرض؟ الماء، اه طبعا يبقى نحط علامة صح. ورق الشجر، لا. الرياح، اه طبعا بنحط علامة صح. طيب الثلوج، نفكر مع بعض. قلنا الحاجات اللي بتسبب تغيير مظهر سطح الأرض، قلنا الماء والرياح وايه؟ برافو عليكم. ودرجات الحرارة اللي منها تكون مرتفعة أو تكون منخفضة زي الثلوج، يبقى برضو دي ايه؟ دي معانا. تتشابه القلاع الرملية المتهدمة من حيث الشكل وعوامل التكوين مع بعض مظاهر السطح الأخرى مثل الكثبان الرملية. يعني يبقى في قلعة انت بنيتها على الشط وتهدد، هيبقى ليها شكل شبه الكثبان الرملية، وتكوينات بعض الصخور زي الصخور الساحلية.
طيب بيجي هنا بيقول لك بقى ايه وجه الشباب، التشابه ما بين القلعة المتهدمة والصخور الساحلية، الشبه ما بينهم ايه؟ اول حاجة بتقوله العوامل المسببة، بيتكون كل منها بسبب الماء والرياح. يبقى دلوقتي القلعة اللي اتهدت والصخور الساحلية دي بتتكون بسبب المية وبسبب الرياح. تاني حاجة الشكل، يتميز كلاهما بوجود أجزاء منحدرة، أهو الشكل بتاعها يكون في أجزاء منحدرة وجوانب بتكون مائلة إيه؟ مائلة لأسفل. يبقى أول حاجة العوامل المسببة لها إن هي المية والرياح، تاني حاجة أجزاء منحدرة وجوانب مسببة وجوانب مائلة لها. طيب بيقول لنا هنا التغيرات في سطح الأرض، تحدث بعض التغيرات في سطح الأرض بسرعة كبيرة جدا خلال ساعات، زي ايه؟ زي القلاع الرملية اللي بيحصل لها تهدم. انت ممكن بنيت قلعة على الشط، تروح تجيب مثلا ازازة مية تشرب وترجع تلاقي موجة خبطت في القلعة وتهدد. يبقى في تغيرات بتحصل بسرعة جدا خلال دقايق كمان مش ساعات، وفي تغيرات تانية يا ولاد بتحصل على مدار مئات السنين، زي تشكل الأخاديد والصخور الساحلية. الأخاديد والصخور الساحلية دي بتحصل إن شكلها بيتغير، بس بتاخد مئات السنين. تختلف مظاهر سطح الأرض تبعا للعوامل المؤثرة عليها بمرور الزمن. من هذه المظاهر الصخور الساحلية، أهو أنت عندك صخور ساحلية كتير، أي شكلها طبعا بيتغير، ممكن تكون حجمها ضخم كده مع مرور السنين يبدأ حجمها يبقى صغير كده نتيجة تفتتها وتأكلها. والأخاديد، عايزين نعرف يعني إيه أخاديد. الأخاديد يا ولاد بيبقى عبارة عن منطقة ما بين جبلين، يعني مثلا هنا في جبل أهو وهنا في ايه جبل اهو، والمنطقة اللي في النص دي بنسميها اخدود او وادي بتمشي فيها مية. اهي المنطقة اللي في النص دي بنسميها اخدود او وادي بتمشي فيها الايه المية. طيب هنشوف بقى الفرق ما بين الصخور الساحلية والاخاديد. اول حاجة الشكل، تمام؟ احنا شفنا الاخدود اهو وادي الصخور الساحلية، هنا بها اجزاء منحدرة ومدببة، اهو بيكون فيها جزء منحدر ومدبب بالشكل ده اهو، تمام. هنا بها اجزاء مدببة تشبه الابر، اهو بيكون في اجزاء مدببة من فوق اهي بتشبه الايه الابر. تاني حاجة جوانبها مائلة من الاسفل، الجوانب بتاعتها من اسفل بتكون فيها ميل بالشكل ده كده، وهنا جوانبها بتكون منحدرة بيكون في انحدار كبير بالشكل ده فيها كده، تمام. يبقى ده دلوقتي ايه الشكل، يبقى هنا اجزاء منحدرة ومدببة، هنا اجزاء مدببة وتشبه الابر، هنا جوانبها مائلة من اسفل، هنا جوانبها منحدرة. طيب ايه هي بقى العوامل المسببة للتكوين؟ الاتنين العوامل بتاعتهم واحدة، هنا الماء والرياح وهنا الماء والرياح، الاتنين اسباب تكوينهم واحدة، أسباب تكوين الصخور الساحلية الماء والرياح، وأسباب تكوين الأخاديد الماء والرياح. كده بنكون خلصنا الدرس بتاعنا من كتاب سلاح التلميذ. في الفيديو القادم إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات سلاح التلميذ على الدرس الأول. أتمنى لو عجبكم الفيديو الاشتراك معانا في القناة، واعملوا لايك على الفيديو. لو ليكم أي سؤال اكتبولي وهرد عليكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.